شطة أو عبد المنعم مصطفى بدأ لاعبا في مدينة الخرطوم بحري، وبحري ذات اسم مصري لأن المصريين سموا الخرطوم الجنوبية الخرطوم جبلي والخرطوم الشمالية الخرطوم بحري. في بحري هذه بدأت رحلة عبد المنعم مصطفى شطة مع كرة القدم في نادي من أشهر أندية المدينة وهو نادي السرية. صحيح السرية لم يلمع في الدرجة الأولى أو الممتاز، ولكنه كان نادي مؤثر جدا في الدرجات اللعب فيها. شطة في هذا النادي أو في هذا الفريق أظهر مواهب وقدرات خلته ينتقل إلى النادي الأكبر في المدينة وهو نادي التحرير، وأظهر قدرات شديدة جدا ونال إعجاب الجماهير، وكان صاحب قدرات سواء كان في الدفاع أو في الوسط أو في الهجوم. وبعدين ساءت الظروف أنه بعد ما دخل الجامعة أنه ينتقل إلى الدراسة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة. هنا كمان المصادفة تدخلت بأنه عنده صديقه سورين إسكندريان، وده شقيق كوركين إسكندريان، كلاهما من مشجع الهلال، وكوركين محرر الرياضة في صحيفة الرأي العام. فهما اللي سعوا لأنه الكابتن شطة ينضم إلى فريق النادي الأهلي ليسطر تاريخا مجيدا في حياته. شطة انضم إلى تحرير صفحة نسمة الجنوب في مجلة النادي الأهلي، وكما كان مبدعا في الملعب كان محررا مبدعا جدا يتناول أخبار الرياضة السودانية أسبوعيا بصورة رائعة، وهو يكتب تحت عنوان كابتن وادي النيل عبد المنعم شطة يقول. وعايز أسأل كابتن شطة بصفته من أحد لاعبي وسط الملعب المهمين، من هو اللاعب في وسط الملعب اللافت نظره سواء كان في النادي الأهلي أو في الفرق الأخرى؟ أرجو أن نسمع منه حديث عن لاعب الوسط وأهم مميزاته وأهم صفاته. بعت لك سؤال اهو. هو اول حاجه انا اشكره على الكلام ده، طبعا هو حكى جزء من التاريخ برضه لانه موثق قوي جدا تاريخي في كل حاجه، مش كده؟ نعم. مش رياضه بس، كمان في الموسيقى والاغاني وتاريخ النادي، تاريخ الاغاني السودانيه من الاربعينات والثلاثينات. السؤال بتاعه ده طبعا سؤال انه اللاعب المميز جدا دلوقتي انا اعتقد في النادي الاهلي او عموما يعني في مصر الافضل هو أليو ديانج. دلوقتي أليو ديانج نص ملعب الديفندر بتاع النادي الاهلي. اسالني بقول لك عايز وسط الملعب. انا بقول أليو ديانج برغم انه عمرو السوليه هيبقى اداء عالي جدا حقيقه. انا مش عايز اظلم حد، لكن هو عشان ده هاف ديفندر، يعتبر هاف ديفندر. طارق حامد كمان في الزمالك. طارق حامد في الزمالك بس برغم انه يعني هو العنف عنده زياده شويه، بس انا بعتقد انه لو بطل هذا العنف شويه انه ممكن يعني يبقى افضل من كده بكتير.